بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم إن شاء الله. بشكر الدكتور أحمد سعد والدكتور أحمد آدم والدكتور محمد معصر على الدعوة الكريمة. هتكلم النهاردة في موضوع تشالنجينج شوية، ريفراكتيف سيرجري ان بيدياتريك أنيزومتروبيا. طبعا الموضوع ده احنا بنقابله كتير جدا، حالات الأنيزومتروبيا في التشايلدرين دي كتيرة جدا وبنشوفها. ففي بعض الحالات بنحاول نلبسها نظاره، ما بنعرفش نلبسها نظاره. البيرنتس ساعات بيرفضوا انهم يلبسوا نظاره، الطفل نفسه ما بيقدرش يلبس النظاره. فهل الريفراكتيف سيرجري في البيدياتريك ليها دور ولا ملهاش دور؟ هتكلم الاول عن انيزومتروبيا. انيزومتروبيا از ا ليدنج كوز اوف امبلوبيا. طبعا هي لو في انيزومتروبيا في تشايلد غالبا بيبقى فيها العين الانيزومتروبيك اي بتبقى امبلوبيك اي، ده في الغالب. طبعا اوكيرز بيكوز ان ايكوال ريفراكتيف ايرور بتوين ذا تو ايز، بين العين مثلا ممكن تبقى عين ايميتروبيك والعين الثانيه مايوبيك او هايبر ميتروبيك او كده، فبيبقى في انايزو ديفرنس في الريفراكشن، فده بيعمل لي ممكن يعمل لي انايزومتروبيا، يعمل لي امبلوبيا. تايمز كونجينيتال اور ديفلوبمنتال انايزومتروبيا اوكيرز بيكوز اوف ان ايكوال جروث اوف ذا تو ايز. النوع الثاني اكوايرد لو في حالات الافيكيا او في حالات امبلانتيشن اوف ايول اوف ان ايكوال باور. كان في كونسبت زمان احنا عارفين جلاسز انايزومتروبيا شادن كوز انايزوكونيا، كان دايما بيقولوا ان النظاره بتعمل انايزوكونيا وتعمل ديفرنس في السايز بتاع الايمج. انا عندي في الصوره دي لو احنا شايفين في الناحيه الرايت اي في ماينس لينس قدامها، الليفت اي دي ايميتروبيك اي، فدايما الماينس لينس بتعمل بتصغر الايمج. فده كان كونسبت ان الجلاسز بتقلل او بتعمل انايزوكونيا، فاللي انا بتقلل الصوره فبتعمل ديبلوبيا. هل الكلام ده صح ولا لا؟ طيب خلينا نتكلم على انواع الانايزومتروبيا. الاول هنعمل انيزومتروبيا اكزيال او ريفراكتيف. غالبيه الحالات ما كانش كل الحالات تبقى اكزيال انيزومتروبيا. انا بقيس الاكزيال لينس بلاقي في ديفرنس في الاكزيال لينس بتوين الرايت اند ليفت اي، فالعين اللي فيها انيزومتروبيا بتبقى دايما اكزيال انيزومتروبيا. ريفراكتيف لو في ديفرنس في ريفراكتيف باور اوف ذا اي، ستيب كورنيا كراتوكونس او ابسنت اوف ذا لينس يونيلاترال افيكيا، بيبقى في ديفرنس في ريفراكشن، فدي حالات نادره جدا ان هي تبقى ريفراكتيف انيزومتروبيا. في الاوبتكس عندنا حاجه اسمها النبز لو. النبز لو ده لو انا اي لينس بحطها في عند الانتيرو فوكال بوينت اللي هي 15 ملم من فرونت اوف ذا اي بيقول كرييت سيميلاريتي سايز ديمج اون ذا ريتنا. ده بمعنى لو الاكزيال لينس مختلف في العينين وانا حطيت العدسه قدام العين اليمين وقدام العين الشمال في نفس المكان 15 ملم، ده بيدي الايمج تبقى الايمج سيميلار ايمج. طب لو according to NAPS law no anisocornea with glasses if the type of myopia is axial. لو نوع الميوبيا axial no anisocornea occur. anisocornea occur if you change the refractive power of the cornea. لو انا غيرت refractive power of the cornea او lens بيحصل anisocornea. ده according to NAPS law، فده بيقول لي ان النضاره ما بتعملش anisocornea. لكن ممكن تحصل مع refractive surgery. الاستادس كلها اتعملت ان most anisometropia of greater than 2 diopters دي بتبقى ايه؟ بتبقى في فرق بين الاكزيال لينس بين الليفت والرايت اي، فده بيقول لي ان موست كيسز ار اكزيال، فده بيقول لي ان النضاره كويسه جدا في الحالات دي كلها مهما كان الريفراكشن. طالما هي اكزيال مفيش مشكله، ما بتعملش انايزوكونيا، فانا بلبس التشايلد نضاره. طب في حاجه عندي ازاي انا بثبت الكلام ده؟ في حاجه اسمها مودلينيوم فورمولا، ان كل 1 دايوبتر تشينج في الكورنيا في الريفراكشن بيعمل لي 0.8 تشينج في الريفراكت في الكراتومتريك ميجرمنت اوف ذا كورنيا. بمعنى لو مريض الرايت اي بتاعته ايميتروبيك والليفت اي ماينس 10، معناها ان الكي ريدنج في الرايت اي مثلا لو هو 41 العين الثانيه هتزيد حوالي 8 دايوبتر، هتبقى 49 او 50، وده ما يبقاش ده طبعا ان لوجيك، لان غالبيه الحالات تبقى الكي ريدنج بتاعتها متشابه في العينين زي بعض. فده بيقول لي ان الانيزومتروبيا برضه موست كيسز اكزيال ونوت ريفراكتيف. بستنتج من الكلام ده كله glasses first whenever possible. eye glasses are the first step in treatment of anisometropia. تمام، بعدها الكونتاكت لينس ده في second option. طيب refractive surgery، هل انا بعمل refractive surgery للاطفال دول ولا لا؟ انا بعمل refractive surgery في الاطفال دي في حالات معينه. لو الطفل ده مش قادر يلبس نظاره، social economic مش عارف يلبسها، او failed treatment مش بحاول البسه نظاره مش عارف البسه نظاره، الحاجات دي كلها. لو بيشنت مثلا طفل مثلا بايلاترال في العينين وهو مش قادر يلبسها، سوشيال ايكونوميك ليفل بتاعه مش عارف يلبس نظاره، فبضطر ان انا اعمل ريفراكتيف سيرجري. طب لو انا عملت ريفراكتيف سيرجري هل هيبقى في تاثير على الطفل او في او الفيجن او على الستيريو اكيوتي بتاعته او على الفيجن بتاعه؟ برضو الاطفال اللي عندها اي كونجينتال فيشال ديفورميتيز دي ممكن اعمل لها ريفراكتيف سيرجري. الاطفال اللي عندهم اوتيزم سيريبرال بولسي
نيورو بيهيفورال تشينجز، الحاجات دي كلها ممكن اعمل لها ريفراكتيف سيرجري، لكن عايز اعرف تاثير الريفراكتيف سيرجري على الاطفال، هل هيأثر ولا لا. السيرجيكال اوبشن اللي ممكن اعملها، ممكن اعمل بي ار كي، ممكن اعمل ليزك لازيك، ممكن اعمل سمول لنتيكول اكستراكشن سمايل، ممكن اعمل اي سي ال فيكك انتراوكولار لينز، ممكن اعمل ارتزان او ارتزان لينز. كان ريفراكتيف سيرجري بي ريزونبل اوبشن فور تشايلد ويز انيزومتروبيك امبروبيا doesn't respond to standard treatment ولا لا؟ هل فانا هشوف، انا عايز ادرس الايفكت بتاع ريفراكتيف سيرجري على الانيزومتروبيا والانيزوكونيا. احنا قلنا في الانيزومتروبيا ان مع الجلاسز ما بيحصلش انيزوكونيا، هل بيحصل انيزوكونيا مع ريفراكتيف سيرجري ولا لا؟ هل في تاثير ريفراكتيف سيرجري على الفيجوال اكوتي، بيتحسن الفيجوال اكوتي احسن من النضاره ولا لا؟ هل الاستيريو اكوتي والاستيريوبسيس بتاع البيشنت ده بيبقى كويس جدا بالريفراكتيف سيرجري ولا بالنضاره برضو نفس الكلام؟ كومبلاينس السيفتي، انا هدرس الحاجات دي كلها. الايفكت اوف ريفراكتيف سيرجري اون ذا فيجوال اكوتي، بيشنت ويز انيزومتروبيا دونت وير جلاسز ريجولار، ومش بيلبس النضاره بانتظام، فتاثير الريفراكتيف سيرجري هيبقى نفس تاثير لو هو لبس النضاره بانتظام، كانه لابس نضاره بس ريجولارلي. ده الفرق بين ان هو عمل ريفراكتيف سيرجري او ما عملش، هو كانه لابس نضاره بس بانتظام ريجولارلي ويرنج جلاسز. طيب في ستادز اتعملت كتير ان الاطفال بعد ما بيحصل لهم، بعد ما نعمل لهم ريفراكتيف سيرجري بيخش في ديبلوبيا لو البيشنت، خاصه لو عنده اكزيال انيزومتروبيا. ستادز اتعملت كتير لان انا بغير الريفراكتيف، بغير الكراتومتريك ميجرمنت بتاعت الكورنيا، بغير السيرفيس بتاع الكورنيا، فبيحصل انيزوكونيا وبيحصل ديبلوبيا بعد ريفراكتيف سيرجري. كمان لو بايلاترال ريفراكتيف سيرجري برضو لقوا ان برضو بيحصل انيزوكونيا وبيحصل ديبلوبيا بعد ريفراكتيف سيرجري، لان الحاجات دي ما بتحصلش مع الجلاسز. الابريجنز، هل لو عملت ريفراكتيف سيرجري الابريجنز بتاعت المريض ده هتتصلح ولا لا؟ بيبقى دايما عندهم هاي ايرور، ماينس 10 ماينس 11 ماينس 12، بنشوف حالات كتير جدا بيبقى في ديفرنس كبير جدا. تاني حاجه الابليشن ديبس، لو انا عملت ليزك او بي ار كي الابليشن ديبس بيبقى عالي جدا، بس بضطر ان انا اصغر الاوبتيكال زوم، بضطر ما اقدرش اعمل كاستمايزد تريتمنت لانه بياخد بيشيل من التيشو كتير جدا، فما بعملش اعمل كاستم ليزك، بعمل ليزك عادي. بور اوبتيكال كواليتي، كل الحاجات دي تاثير ريفراكتيف سيرجري على التشايلد. الاستريوبسيس بتاع البيشنت برضه ستادز اتعملت كتير جدا، ان الفيجوال اكوتي ممكن الفيجوال اكوتي يتحسن شويه، لكن الاستريوبسيس بتاع البيشنت بيبقى ايه؟ بيبقى مش كويس. برضه الليزك في الاطفال الصغيرين ممكن يحصل اكتيزيا، ولسه ممكن يكون الكاتوكونس لسه ما ظهرش او مش هيظهر دلوقتي، اضطر ان اعمل له ليزك، اخلي اعمل انيشيشن للكاتوكونس انه يظهر. الريفراكشن بتاع الاطفال الصغيرين بيبقى انستيبل ريفراكشن، بعمل له ليزك برضه او بي ار كي او ريفراكتيف سيرجري، برضه النظر ممكن يضعف تاني بعدين واشوف ايرور مره ثانيه. انستيبل كاتوميتريك ميجرمنت نفس الكلام. طيب الافيكاسي برضه نفس الكلام، الافكت بتاع ريفراكتيف سيرجري نفس الافكت بتاع الجلاسز، فليه ما اعملش نضاره من الاول؟ ليه اعمل ريفراكتيف سيرجري من اصله اصلا؟ طيب الفيزابيلتي، برضه البيشنت بيتعمل اندر جنرال انستيزيا، ممكن يبقى ديسنتريشن، ممكن الانجل كابا امبريكال ما اقدرش احددها كويس، الطفل ممكن يدعك في عينه رابنج الكورنيا، فممكن يحرك الفلاب يعمل لي فلاب كومبليكيشن، الحاجات دي كلها ممكن تحصل مع الريفراكتيف سيرجري. برضه عشان اعالج الامبلوبيا برضه مضطر برضه ان انا محتاج ان انا البسه نظاره تاني، لانه هيبقى فيه ريزيدوال ايرور، مش هقدر اصلح الايرور كله، هعمل له باتشنج برضه الباتشنج موجود، برضه هغطي له عينه، برضه لازم نفس الريجيمين بتاع النظاره مع الباتشنج، نفس الريجيمين مع الريفراكتيف سيرجري مع الباتشنج. السيفتي برضه سمول جلوب شالو انتيو تشامبر، الحاجات دي كلها ممكن تحصل مع برضه لو انا ما عملت ليزك او بي ار كي، لو انا عملت اي سي ال، الاي سي ال برضه مضاعفاتها كتيره جدا، ان العين سمول الوايت برضه صغير، انا عملت عدسه بعد شويه الجلوب هيكبر، الوايت هيتغير، الفولت بتاع العدسه هيتغير، هضطر ان انا ممكن اشيل العدسه واركب عدسه مكانها، فالاي سي ال برضه ليها مضاعفاتها وليها مشاكلها في الاطفال الصغيرين. الايرس كرو لينس طبعا دي بتعمل مصايب كتيره جدا، جلوكوما سليبج، شفت حالات كتيره جدا اطفال كتير عاملين بوستيرو تشمبر ارتزان برضه بيحصل لها سليبج مره واثنين وثلاثه كتيره جدا، الاطفال بيلعبوا كتير وممكن تروما، لو سمول تروما ممكن يحصل سليبج للايرس كرو لينس. الكونكلوجن من الكلام ده كله ان انا الانايزوكونيا بتحصل ما بتحصلش مع الجلاسز، نو انايزوكونيا ويز جلاسز، لو الانايزومتروبيا اكزل انايزومتروبيا نو انايزوكونيا ويز جلاسز، انايزوكونيا بتحصل مع ريفراكتيف سيرجري. الفيجوال اكتيف بتتحسن مع ريفراكتيف سيرجري لكن نفس التحسن مع هو نفسه مع النضاره. الاستريوبسيس او الاستيريو اكوتي ما بتتحسنش مع ريفراكتيف سيرجري لكن مع النضاره كويس. السيفتي طبعا في ريفراكتيف سيرجري في الاطفال الصغيرين ممكن يحصل لهم كومبليكيشن كتير جدا، سيف مش سيف اصلا خالص. الباتشنج انا بضطر ان اغطي الطفل برضه حتى لو عمل ريفراكتيف سيرجري،
Glasses are still needed for after refractive surgery. Take home message, always remember glasses first, whenever possible. Thank you very much for your attention.